خلينا نروح لنجم النادي الأهلي في كرة الطائرة كابتن محمد عادل. يا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله، مساء الخير يا كابتن اسلام. اخبارك يا حبيبي؟ كله كويس؟ الحمد لله والله يا كابتن اسلام. طيب الحمد لله. انا هسألك أسئلة محددة النهاردة، تحديدا كان مكتوب شوية كلام على السوشيال ميديا او امبارح كتبته حضرتك، ايه حكاية الموضوع ده؟ واحكي لي برضو علشان جمهور النادي الأهلي يعرف ايه الموضوع. والله امبارح يا كابتن اسلام احنا كنا في التمرين، تمام، فبنفتح السوشيال ميديا فيسبوك زينا زي اي حد، ايوه فلقينا اقاويل كتير قال ان احنا عقودنا مش موجوده في الاتحاد، تمام، فقالوا ان احنا برضو ان احنا كده بقينا فري وكده، والاقاويل اللي اتقالت كتير ان احنا خلاص ان احنا هنمضي في انديه تانيه وكلام بقى كتير. يا نهار ابيض، كل ده من امبارح يعني في ساعتها كده؟ حتى انا صراحه امبارح كتبت على الصفحه الرسميه بتاعتي ان انا ماضي في النادي الاهلي وملتزم بكلمتي، حتى لو عاد الامر تاني ان انا حاجه همضي على بياض زي ما مضيت اول مره على بياض، نعم وما عنديش اي مشكله. انا فعلا ماضيت مع معالي الوزير عمرو فاروق والكابتن خالد مرتجي والكابتن خالد العوضي مدير النشاط، كان بتاريخ 20/4 نعم مضيت مع النادي الاهلي. فجيل الفترة اللي فاتت اللي هي امبارح او اول امبارح اتفاجئوا ان مفيش عقود في الاتحاد والعقود مش موجودة، فصرحت على الصفحة الشخصية بتاعتي ان انا مكمل في النادي الاهلي وحمضي تاني للنادي الاهلي ومفيش اي مشكلة ولا اكن اي حاجة حصلت. ده متوقع منك جدا يا محمد، لكن معلش خليني اسال حضرتك اسئله محدده وواضحه. مده العقد كانت كام سنه يا محمد؟ أربع مواسم من الموسم اللي احنا فيه ده. من الموسم اللي احنا فيه ده، وبالفعل حضرتك مضيت وبصمت وعملت كل حاجه، مظبوط؟ مضيت وبصمت على بياض واتفقنا على كل حاجه، والنادي الاهلي التزم معايا بكلمته ومفيش اي حاجه، فاتفاجئنا باللي حصل ده كله. طيب لو حصل اللي احنا بنسمعه على السوشيال ميديا ان في حاجات اتسرقت ولا كده ولا كده، هل هتمضي على عقد تاني؟ عارف ان ده صعب، لكن هل هتمضي على عقد تاني ولا لا؟ همضي طبعا على عقدي تاني في النادي الاهلي، ده بيتي وانا جيت طموح عايز اكمل مسيرتي في النادي الاهلي. الحمد لله انا واخد مع النادي الاهلي 13 بطوله وعايز اكمل مسيرتي في النادي الاهلي لحد ما ابطل ان شاء الله. اخيرا مش عايز اطول عليك، انا عارف ان انتوا عندكم تمرين، هم دول ولاد النادي الاهلي وانت من ابناء النادي الاهلي يا محمد وكل جمهور النادي الاهلي، لو حضرتك حبيت توجه رساله لجمهور النادي الاهلي في ظل، انا عارف يعني انا عارف الكلام اللي انت قلته ان احنا يعني السنه اللي فاتت زعلنا الجمهور، لكن السنه اللي جايه هيبقى فيه افضل وافضل، قول لنا لو عايز تقول حاجه لجمهور النادي الاهلي من خلال البيت الكبير. والله يا كابتن اسلام انا بوصل رساله جمهور النادي الاهلي، على خاطر كان في رسائل كتير وناس كلمتني كتير من جمهور النادي الاهلي على الصفحه الشخصيه بتاعتي. ايوه هم من الاسباب ان انا نزلت امبارح عشان خاطر الاقاويل كتير والاشاعات طلعت كتير. انا كمحمد عادل لاعب النادي الاهلي موجود في النادي الاهلي ومكمل حياتي في النادي الاهلي، لو هطلع من النادي الاهلي مش هطلع غير بره مصر ان شاء الله، ويوم ما ارجع هرجع النادي الاهلي ان شاء الله. وبشكر جمهور النادي الاهلي اللي هو دايما مدعمني ومساندني في طول ما انا موجود في النادي الاهلي، حتى في المنتخب وانا موجود في النادي الاهلي، فالحمد لله يعني. وان شاء الله ما زلت البطولات الموسم اللي احنا فيه ده ان شاء الله، واحنا بنستعد بشكل كويس من بدايه الموسم، شغالين تمرين صبح وليل ومالناش دعوه باي اشاعات بره، ولو النادي الاهلي طلب مني ان انا اجي تاني حمضي تاني ما عنديش اي مشكله على اللي هو عايزه، انا ابني النادي الاهلي يعني. ايه الجمال ده؟ انا بشكرك جدا يا كابتن محمد على وجودك معانا، هؤلاء هم اولاد النادي الاهلي. كابتن محمد عادل بعظمه لسانه بيقول لحضراتكم ان كل ما حدث حتى لو ده حصل، خلي بال حضراتكم، حتى لو ده حصل هو هيرجع كانه مفيش حاجه حصلت، هيرجع يمضي تاني. مش اسلام اللي بيقول، ولكن احد ابناء النادي الاهلي كابتن محمد عادل بيقول هذا الكلام على الهواء مباشره مع حضراتكم.